Flash Sport. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم يجتمع المكتب الجامعي للنظر في وضعية الإطار الفني وأيضا نظام البطولة في الموسم القادم، هل سيتواصل بمجموعتين أو العودة للنظام القديم؟ البارح كان المدير الرياضي محمد سليم بن عثمان أعلن نهاية تجربته مع المنتخب التونسي. الجامعة أعلنت البارح أيضا مواعيد مباريات الدورة الربع نهائي للكأس نهار الجمعة 21 جوان 4 بتاع العشية النادي الرياضي البنزرتي سبورتينغ بن عروس، نهار السبت 22 جوان الأولمبي البيجي المستقبل الرياضي بالمرسى، ونهار الأحد زوز مقابلات لحد 23 جوان النجم ضد الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنسيري ضد النادي الإفريقي، المقابلة الأولانية الأربعة ومقابلة الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي الخامسة بتاع العشية. كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب الكاف حدد مواعيد القرعة اللي بشكون نهار الخميس 4 جويلية في جوهانسبورغ، 48 منتخب على 12 مجموعة بأربع فرق، بالتأكيد في المنتخب الوطني التونسي. التصفية تنطلق في سبتمبر باش يترشحوا 23 منتخب من التصفية هذية، بطبيعة نزيدوهم المنتخب المغربي المستضيف باش نوصلوا ل 24 منتخب. على الميدان اليوم تنطلق أول مباريات الجولة التاسعة من البلاي أوف الأربعة ونص في باردو مقابلة نادي الإفريقي والملعب التونسي بتحكيم نضال الطايف، وفي الفار باش يكون تحكيم تونسي أو تحكيم فرنسي لبنوا ميو. نهار السبت زوز مقابلات دون حضور جمهور في سوسة وفي رادس، مقابلة النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي مقابلة بتحكيم خالد جويدر. وفي رادس 7 متاع العشية ترجي ضد الاتحاد الرياضي المنستيري بتحكيم محرز المالكي. ذكر أنه ترجي في الصدارة ب 20 نقطة، الاتحاد الرياضي المنستيري 15، الملعب التونسي 11 نقطة، النادي الصفاقسي والنجم الساحلي 9 نقاط ونادي الإفريقي ب 7 نقاط. البلاي اوت الجولة الأخيرة جولة تشد الاهتمام خاصة في مواجهة مباشرة بين زوز أندية، شكون باش يقعد في الرابطة الأولانية وشكون باش يغادر. المقابلة تجمع مستقبل سليمان ونجم المتلوي بأفضلية لفريق نجم المتلوي ب 19 نقطة، مستقبل سليمان 18 نقطة، بالتأكيد ما يعني فرصتين بالنسبة لنجم المتلوي، إما الانتصار بالطبيعة اللي يعني يمشي وأيضا حتى التعادل يكفيه، بينما مستقبل سليمان بفرضية واحدة هو الانتصار في المقابلة، عنده في رصيده 18 نقطة ونجم المتلوي ب 19 نقطة. مقابلة تنطلق الأربعة ونص بسفارة الحكم سيف الورتاني. في بقية مباريات الجولة الأخيرة نادي البنزرتي اتحاد تطاوين قاوا في القفصة الأولمبي البيجي، واتحاد بنقردان ضد المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كما قلنا هو أول النازلين للرابطة الثانية. في الرابطة الثانية البارح اختتام الموسم بالنسبة للمجموعة الثانية وبعض الأندية من المجموعة الأولى. أهم حاجة في المجموعة الثانية كما تعرفوا أنه ترجي جرجيس هو اللي باش يكون في الرابطة الأولى، هذا من أسبوع، وأولمبيك مدنين ومستقبل الرجيش في الرابطة الثالثة. لكن الأمور ما زالت لم تحسم بالنسبة للمجموعة الأولى، والأمور معقدة لأكثر من أربع أو خمسة أندية شكون باش ينزل للرابطة الثالثة ويرافق فريق سبورتينغ بن عروس. نعطيكم أهم المقابلات، مستقبل ويدليل يلعب ضد شبيبة العمران اللي صعد بطبيعة للرابطة الأولى، مستقبل ويدليل في رصيده 25 نقطة، القلعة الرياضية مرجان تبرقة زوز أندية في رصيدهم 23 نقطة، ممكن المقابلة هذه الأهم، والنجم الراتسي يلعب ضد شبيبة القيروان، النجم الراتسي 23 نقطة، وفما فريق معفى لكن مازال في دائرة الخطر هو فريق هلال مساكن اللي في رصيده 24 نقطة. كرة السلة نهاية البطولة بعد الجيم 3 وفرض سيطرتهم على منافسيهم في الدورة نصف نهائي، الاتحاد الرياضي المنسيري ونادي الإفريقي في الدورة النهائي على خمس مقابلات، يستفيد الاتحاد من لابيل إذا كان مشينا بطبيعة للمقابلة الخامسة. زوز مقابلات الأولانيين باش يكونوا في قاعة مزالي بالمنستير أيام 18 و20 جوان، وثاني المباريات وفي السيري الثانية يعني المقابلة الثالثة والرابعة باش يكونوا في الجورجاني 22 و25 جوان. إذا كان ما حصل حتى فريق ثلاثة انتصارات بالطبيعة نمشيو للابيل 27 جوان واللي باش تكون في قاعة المنستير. كرة اليد تم تحديد موعد انطلاق البطولة لموسم 2024-2025، الموعد يكون 31 أوت مع المحافظة على نظام البطولة ب 12 فريق في البداية، ثم المرحلة الثانية نلعبوا بطبيعة بلاي أوف وبلاي أوت، والمرحلة الثالثة نصف نهائي بطولة ونهائي اللي باش يكونوا بنظام الذهاب والإياب.
ننتظر موعد مقابلة دورة نوتنغهام في التنس وأنس جيبر، المقابلة متاعها اللي كانت تأخرت بسبب الأمطار. في التنس دائما الأسطورة والمستقبل مع بعضهم في أولمبياد باريس، نادال وألكاراز يمثلوا التنس الإسباني في الزوجي. الحدث اليوم انطلاق لورو بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، الحدث بطبيعة كبير في انتظار حدث آخر بعد أسبوع باش نكونوا على موعد أيضا مع الكوبا أمريكا اللي تنطلق 21 جوان، والذهاب واللقاء الافتتاح اليوم باش يكون على ملعب لاليانس أرينا، بينما النهائي باش يكون في ملعب برلين. البداية اليوم بلقاء ألمانيا واسكتلندا وتخوف كبير من الجمهور الاسكتلندي اللي باش يكون حاضر في الأليانس أرينا، بينما بالنسبة للمنتخب الألماني اللي باش يكون بقيادة غواندوغان رغم وجود نوير وكروس، لكن ناجلسمان كان اختار أن غواندوغان هو اللي يكون قائد المنتخب الألماني. ننتظر بتبيع بقية المباريات وغدوة دخول إسبانيا وإيطاليا، إيطاليا اللي باش تلعب ضد ألبانيا وإسبانيا باش تلعب ضد كرواتيا. إسبانيا في غياب مدافعها لابورت عنده إصابة، بينما حامل اللقب المنتخب الإيطالي اللي يلعب ضد ألبانيا يسترجع زوز من أهم الأسماء باريلا وفاجيلو. هولندا أيضا اللي عادة ما يكون عندها إشاعة على المستوى الأوروبي تدخل المقابلات لحد تلعب ضد منتخب بولونيا في غياب واحد من أهم النجوم المنتظرين كالعادة كيما كل أورو ولا في بطولة عالمية ولا في كأس عالم، هو ليفاندوفسكي اللي كان تعرض للإصابة في اللقاء العديد الأخير ضد تركيا، وممكن مرشح أيضا لأنه يعني باش يغيب في باقي مباريات الدور الأول. فرنسا تنطلق في أول مباريات ضد المنتخب النمساوي نهار الاثنين، والبارح الجمهور اللي تبع التحذيرات ولا الإعداد يعني التحذير الأخراني كان العدد متاعهم تقريبا 4000، الكل حابوا يشوفوا كيليان مبابي لكن ما كانش حاضر مبابي في التحذيرات الأخرانية، عنده إصابة كان مصيبه بخيبة أمل. حكيت على 4000 متفرج في التحذير للمقابلة الأخرانية بين فرنسا والنمسا. البارح في التحضير ايضا للقاء البرتغال وتشيكيا، الجمهور البرتغالي كان حاضر في الحصه التدريبيه الاخرانيه والتمارين فقط، التذكره كان وصلت ل 800 اورو. الحدث كما قلت ينطلق اليوم وعنا شبعه في الصيف، بما انه كما قلت ايضا الكوبا امريكا موعدها باش يكون بعد اسبوع 21 جوان، وبالتاكيد تلقاو كل المتابعات اللي تهم الاحداث الوطنيه انطلاقا من اليوم وايضا مختلف الاحداث العالميه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اجمل تحياتي نجوى طالبي.